ومشاهدي من خلف الشاشات، صلوا على النبي. عناي اللي تزعج دمع دمي اللي نسول هم شعري فما بعديته اللي عبره لو في قلبي لو في خوص انت عرف ثم مال في عواصي في ملا الصيف ثاري اضره ذر يا قلبي ذر يا دار وانت عرب حد جوال ذر يا تما عيانا اتمي خيط اسبره والله إني صبر لين شفت الوقت مال شفت دنيا عذبتني بكثر أشرارها لجنة التحكيم في أدائك الليلة ونبدأ مع أبو فارس تفضل. الله يرضى. الله يرحمك على فضلك. أتمنى هذا الجاهل ولا هذا الوضع. الجاهل. جلس عليك مبارك ك يعني نظرة بالصوت بالأداء بالطول النفس والمعايير اللي احنا ناخذها ما عندي أي مشكلة. أنا ودي انك ترفع الصوت، جرب ترفع الصوت على نفس اللحن، حاول تشحط الصوت فوق شوي. عيني اللي تزعج الدمع دمي اللي نسال هذه ملاحظتي الوحيده. اعتقد انك دخلت على طبقه اقل من هذه، هذه كانت تطلع الجماليات صوتك، وانا اعرف صوتك كويس، والاسماء اللي انا لاحظت عليها يبقى. الاداء كويس، اللحن طبق، طول النفس ما شاء الله تبارك الرحمن، اي من الامور كل المعايير كانت ممتازه، لكن انا متاكد انك لو دخلت على الطبقه هذه كان طلعت يعني طلع صوتك بالشكل الاجمل والاخر. الشخص الذكي يعرف الطبقه اللي تناسب صوته، لا تدخل على طبقه القرار اللي تضيع مساحات صوتك، ولا تطلع على الطبقه العاليه اللي تضيع مساحات صوتك، الطبقه اللي في الوسط اللي تخليت عليها هذه اتمنى انك تاخذ الملاحظه هذه بعين الاعتبار مهمه جدا لك ولزملائك اللي معك بارك، باذن الله ان شاء الله يكون لك معنا خير. باذن الله. شكرا مبارك. نعم اقنعك. انا اختلف مع ابو فارس. انا اقنعني وشده هذا. ما شاء الله صوت واداء اتباع طبقه الصوت وما سبب اختار الطبقه اللي تناسب صوته. فاداء اللحن جاب لحن حلفيه يمكن يكون جابها فوق ابو فارس. ترى عشان ابن عالم جاهل ولا ما هو لا والله يا مبارك اداءك جميل حضورك اجمل اختيارك في النص كان موفق اذا كان فيه بعض الملاحظات اللي قالها ابو فارس هذه توجيه وله نبي وانت ان شاء الله ان شاء الله تشوف عندنا اكبر من نبي اتمنى لك التوفيق يا مبارك واقول لك ان شاء الله الى الامام ان شاء الله باذن الله يا رب طول عمرك يا مبارك
الدكتور احمد صبر. الله يعطيك العافيه مبارك. الله يعافيك طول عمرك. الله مبارك. انا اقتنعت فيك الصراحه، يعني في ملاحظات بسيطه لا تقلل يمكن من شان ادائك او شانك ان شاء الله، لكن مبارك احنا دائما ننظر الى جانب مهم. احنا محتاجين من يخرج المنكوس من اطار الجمود اللي يشوفونه الناس، انا ما اشوفه جانب، لكن الناس ينظرون انه جانب. الجمود نحتاج نفس الاداء هذا عشان يقنع الناس بان المنكوس هو طرف في سلطنه، لكن اذا تم تاديته بقالب نفس اللحن ما قدرنا نقدمه او نقنع العالم فيه. صراحه انا عجبني قوه الصوت، راكب، التحرك، لكن انا تمنيت ان في ابراز لشخصيه مبارك اكثر من اللي شفته صراحه، لاني انا اعرف انك انت شنو تملك، اعرف انك انت انسان تملك ثقه في انك تؤدي، يمكن خوف بعد الخروج للنقلات، خايف من الليزر لا تحط عليك ملاحظه مثل ما حطت على اللي قبلي، لا بعض النقلات فعلا احنا تقنعنا مثل ما فارس اللي على المسابقه اللي قبلي، قال انت خرجت ولكن اقنعت. لذلك انا صراحه اقول يعطيك العافيه، ما عندي اكثر من اللي قلته، ملاحظات بسيطه جدا. اي والله يا مبارك ويعطيك العافيه. الله يوفقك. شكرا لكم، كانت كثير ان شاء الله مبارك.